إلى الشمال من مدينة عفرين تقع بحيرة ميدانكي، البحيرة الاصطناعية التي يبلغ طولها أكثر من 1100 متر، وتحيط بها المناظر الطبيعية من مختلف الجهات، وتعد متنفسا للسكان ووجهة سياحية مميزة لهم، إضافة إلى احتوائها على مختلف أنواع الأسماك. نحن عم نجي لهون لبحيرة ميدانكي، بنجي انه امور الحرب يعني هاي شغله انه طويله، بنجي لهون نغير جو والله، والعالم كله عم تجي لهون، يعني بما انه هاي البحيره الوحيده موجوده في المنطقه هون، ايه بنلاقي انه عدد العالم كله كثره العالم بتجي كثير لهون، العالم بتجي عم تغير جو، الواحد ما بيضل انه في امور الحرب، الواحد بيجي وبيروح بيغير جو بيطلع بفوت، يعني امور الحرب هاي شغله تعودنا عليها وما لنا سائلين عنها الحمد لله. ظروف الحرب والتهجير التي يعيشها السوريون هنا لم تمنع رواد البحيرة من ممارسة مختلف أنواع النشاطات الترفيهية فيها كالسباحة وركوب القوارب وصيد الأسماك وغيرها، ليصبح شاطئها الممتد إحدى الوجهات الأساسية للسكان للهروب من أجواء المدينة. فينا كون نحن دائما بنجي نصطاد سمك، بنركب القوارب، بنجيب الأطفال بنسبحهم شوي، بنشم الهواء، يعني بنجي مرة أو مرتين بالأسبوع رغم الظروف اللي عم نعيشها، رغم التهجير، رغم الجو اللي عايشينه. رغم ظروف الحرب التي يعيشونها يصر السوريون هنا في المناطق المحررة على أن يجدوا لأنفسهم نافذة من الفرح ومتسعا من الأمل يتحدون به واقع الألم الذي يعيشونه. أنور أبو الوليد، أورينت نيوز، بحيرة ميدانكي، عفرين.